التخطيط الصح لازم يوصلنا النتائج صح، وده اللي مصر بتعمله لبناء المنظومة الصحية الشاملة الجديدة. حطينا قضينا على نقاط الضعف وبنواجهها، بدأنا في التنفيذ ومتأكدين إننا هنقدر. هنوفر كل اللقاحات والأمصال اللي نقصانا بتكلفة 2.5 مليار جنيه. هنعمل مستشفى نموذجي في كل محافظة لخدمة أهلها، وده هيكلفنا أكتر من 6 مليار جنيه. وهنراعي إن بيئة العمل في المستشفيات لازم تكون مناسبة ومتطورة عشان المريض والطبيب. لسه الطريق طويل، والمهم الحلم بيتحول حقيقة. مصر بتبني صحتها.